السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حياكم الله طلاب وطالبات التعليم المستمر الصف الثاني مع درس من دروس مادة لغتي. نستكمل موضوع درسنا الوحدة الأولى من ربوع بلادي مصايفنا، مع أن ننطلق خير بداية دائماً تكرار البسملة. ننتقل إلى أهداف الدرس المرجو تحقيقها بإذن الله نهاية الدرس. يقرأ الطالب والطالبة الدرس والجمل قراءة صحيحة. يستخرج الطالب والطالبة التراكيب اللغوية من الدرس. يكون الطالب جملاً تحوي أسلوب الاستثناء. نسترجع ما سبق دراسته. حسناً، أصل الكلمات في القائمة ألف بما يناسبها من القائمة باء. هيا المصيف، ما معنى مصيف؟ مصيف، أحسنتم، هو ما يقصده الناس في الصيف، ما يقصده الناس في الصيف. المعالم الأثرية، الأثرية، ما معنى معالم أثرية؟ نفكر، هل هي الهواء اللطيف، الجميلة المحببة، المواقع القديمة المشهورة؟ أحسنتم، المواقع القديمة المشهورة. النسيم العليل، النسيم العليل، أحسنتم، نعم، الهواء اللطيف. الخلابة، تتميز أبها بمناظر خلابة. هي ما معنى الخلابة؟ الجميلة المحببة. حسناً، ننتقل، ما هو الاستثناء؟ هيا لنتعرف على الاستثناء وأدوات الاستثناء. نشاهد الجملة، حضر الطلاب إلا طالباً. إذن استثنى هنا طالبا، هناك طالب من المجموعة الطلاب، إذن حضر الطلاب إلا، إذن هنا استثناء لطالب، طالبا هنا لم يحضر. إذن الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا، طبعا ممكن نستخدم إلا هذه الأدوات أو غيره أو سوى. إذن هناك ثلاث أدوات للاستثناء، إلا، غيره، سوى، من حكم ما قبلها. نلاحظ جميع الطلاب هنا حضروا إلا من؟ إلا طالبا. نشاهد المثال، تسلمت الطالبات الجوائز إلا الغائبات. إذن استثناء الغائبات ما بعد إلا، هنا إلا أين؟ إذن الغائبات بعد إلا، خرج من حكم ما قبلها وهو تسلم الجوائز. إذن الغائبات خرج من حكم ما قبلها تسلم الجوائز. لماذا هنا استثني الغائبات؟ إذن الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا أو غيره أو سوى من حكم ما قبلها. هيا معا، يتكون أسلوب الاستثناء، عندما أقول استثناء يتكون من ماذا؟ يتكون من مستثنى منه، الاسم الذي يقع قبل أداة الاستثناء. الطلاب، حضر الطلاب، إذن قبل الأداة يسمى مستثنى منه. أداة الاستثناء إلا، غير، سوى، مستثنى الاسم الواقع بعد الاستثناء، طالبا، الغائبات. إذن يتكون أسلوب الاستثناء من مستثنى منه وأداة استثناء ومستثنى. أسلوب الاستثناء يتكون من مستثنى منه أو أداة بعده، الأداة الاستثناء ثم المستثنى ثم مستثنى.
هيا لنشاهد نطبق هنا أركان جملة الاستثناء. نشاهد هنا المستثنى منه، أدوات الاستثناء، المستثنى. حضر الطلاب، هيا مع لنضع أداة، إلا نكمل طالبا. حضر الأصدقاء، أداة، إلا ممكن أن نضع غير، سوى، إلا خالدا. طارت العصافير، هيا لنضع معا أداة استثناء، إلا عصفورا. إذا نشاهد أركان جملة الاستثناء، المستثنى منه الطلاب، الأصدقاء، العصافير. الأدوات هنا إلا، ممكن أن نغير بغير، سوى. إذا حضر الطلاب إلا طالبا، حضر الأصدقاء إلا خالدا. استثنيت هنا خالد من الحضور. طارت العصافير إلا عصفورا. نطبق معا، نفتح الكتاب، أستخدم إلا في الجمل الآتية. نشاهد هذه الصورة، نشاهد هنا الطلاب، هيا. تدافع الطلاب إلا، من خلال الصورة هيا لنكتب مستثنى، نتأمل جملة الاستثناء. نشاهد أن هنا مستثنى من الطلاب، والأداة إلا، إذن الناقص هنا مستثنى. من خلال الصورة نتأمل الطلاب في الصورة، نشاهد أن جميع الطلاب هنا في حالة تدافع. إلا، أحسنتم، طالبا، نشاهد هذا الطالب إلا طالبا. إذن تدافع الطلاب إلا طالبا، إلا طالبا. أين المستثنى منه؟ أحسنتم، الطلاب. الأداة إلا، المستثنى طالبا. نكمل، هيا. من خلال الصورة أحضرت هند كتبها إلا، ماذا نشاهد هنا؟ إلا، أحسنتي، نعم، إلا كتابا، بارك الله فيك. ندون في الكتاب، نكمل ما تبقى من تدريبات بمحاكاة المثال الأول، أستثني بغير. إذن هنا طلب مني أن أستخدم غير، أستخدم غير. نشاهد المثال، لون الرسام الغزالة غير الرأس. هنا لون الرسام الغزال غير الرأس، استثنى بماذا؟ بأي أداة؟ أحسنتم، بغير. المستثنى منه، أحسنتم، الغزال. الأداة غير، المستثنى الرأس. هيا لنكمل، نشاهد هذه الصورة، هيا طلابي. رسم الرسام السيارة فراغ الإطارات. استخدم أداة الاستثناء غير، أحسنت، نعم، يا من قلت غير. نشاهد الإطارات هنا، إذا رسم الرسام السيارة غير، استثنى هنا الإطارات. إذا هنا الإطارات هي مستثنى، المستثنى منه السيارات، أداة الاستثناء غير.
هيا هنا نتأمل الصورة ونكمل. نشاهد هنا، أحسنتم، صورة لتلاميذ. حضر التلاميذ فراغ تلميذ. حسنا، طلب مني، استثني به غير. هيا، أحسنتي، نعم، حضر التلاميذ غير تلميذ. نتأمل الصورة جيدا، جميع التلاميذ هنا إلا غير، إلا سوى، إذن تلميذ هنا. إذن المستثنى منه التلاميذ، أداة الاستثناء هنا غير، مستثنى تلميذ. نكمل، هيا ندور الإجابات في الكتاب. إذن تعلمنا الاستثناء، أستخدم غير، إلا، سوى. ننتقل إلى مكون، أحول، أقرأ المثال لأتمكن من حل التدريب. أحاكي المثال الأول في تحويل الزمن باستخدام، إذن هنا تحويل ماذا هنا؟ الزمن باستخدام صباحا مساء. استيقظ صباحا للحاق بالمدرسة. أخلد إلى النوم مساء. إذن استخدمت ظرف الزمان هنا صباحا مساء. أستيقظ صباحا للحاق بالمدرسة. صباحا تدل على ظرف زمان، مساء ظرف زمان. إذن هناك ظرف زمان وظرف مكان. ظرف زمان كل ما يدل على زمان، صباحا مساء صيفا شتاء. ظرف مكان فوق تحت أمام وسط، إذن هذه ظرف مكان. هنا نتحدث عن زمان، صباحا صباحا مساء. هيا نكمل. تخرج الطيور من أعشاشها متى؟ دائما صباحا. وتعود الطيور إلى أعشاشها بعد رحلة للبحث عن الطعام، تعود، أحسنتم، مساء مساء. إذن تعود مساء. إذن هنا تخرج الطيور من أعشاشها صباحا وتعود إلى مساء. استيقظ صباحا للحاق المدرسة وأخلد إلى النوم دائما مساء. الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم حث على البكور، الخروج لطلب الرزق دائما في الصباح الباكر، لأن فيه بركة وفيه خير ويكون الجسم في نشاط وحركة. والليل والمساء سبحان الله للنوم والراحة، للنوم والراحة. نشاهد هنا حتى الطيور تخرج دائما منذ الصباح للبحث عن رزقها وتعود مساء. نستكمل. يذهب أبي إلى عمله متى؟ يعود أبي من عمله مساء. هيا، أحسنتم، نعم، إذن يذهب أبي إلى عمله صباحا ويعود أبي من عمله مساء. إذن تحدثنا عن ظرف الزمان هنا واستخدمنا صباحا مساء. دونا، هيا ننتقل إلى أعبر.
أكمل الجمل مع الاستعانة بالكلمات. هناك مجموعة من الكلمات نقوم بإكمال الجمل باستخدام هذه الكلمات. نقرأ معا، نستحضر الإجابة. هيا بارك الله فيكم. هيا معا نشاهد الكلمات. غير، صباحا، مساء، يمينا، شمالا. حسنا، شاهد الجملة الأولى. يستيقظ الفلاح. إذا هنا نريد ماذا؟ يستيقظ الفلاح. نفكر طلابي، هل أحتاج إلى ظرف مكان أم ظرف زمان أم ماذا من الاختيارات التي أمامي أم أسلوب استثناء؟ أفكر. يستيقظ الفلاح. الفلاح. متى يستيقظ الفلاح؟ أين يعمل الفلاح؟ نفكر. هيا يا أبطال، أحسنتم. نعم، يعمل في الحقل. بارك الله فيكم. إذن صباحا، إذن يستيقظ الفلاح صباحا. ألتفت، فراغ وفراغ قبل عبور الشارع. إذن أريد أن أعبر الشارع. هناك شروط لعبور الشارع للمحافظة على سلامتي وسلامة الآخرين. نفكر. أولا أتجه إلى الطريق المسموح، هناك طريق مسموح للمشاة بالعبور من خلاله. ثم ماذا نجد هنا؟ أن هناك كلمات مساعدة. ألتفت ماذا وماذا؟ أحسنتم. إذن أعبر من خلال الطريق المسموح للمشاة العبور من خلاله. ثم ماذا أفعل قبل عبور الشارع؟ أحسنتم. ألتفت يمينا وشمالا. لماذا؟ لماذا؟ أحسنتم. حتى أتفادى أن يكون هناك أتسبب لنفسي بحادث مروري وأحافظ على سلامتي وسلامة الآخرين. إذن ألتفت يمينا وشمالا قبل عبور الشارع. ذهبت الأسرة إلى السوق خالد. حسنا، أفكر. إذن هنا الأسرة ذهبت إلى السوق خالد. تبقى مساء أو غيرا. هيا يا أبطال، هيا طلابي، أحسنتي يا من قلتي غيرا. أسلوب ماذا؟ أحسنتم، أسلوب استثناء. إذن ذهبت الأسرة إلى السوق غير خالد. أين المستثنى منه؟ نضع خطا تحت المستثنى منه. أحسنتي. نعم، الأسرة. الأسرة. الأداة غير. بارك الله فيكم، أحسنتم. غير المستثنى. أحسنتم، خالد. خطين لنميز. إذن هنا أسلوب استثناء كما أخذنا سابقا. نستثني باستخدام أدوات الاستثناء. غير، إلا، سوى. هنا ذهبت الأسرة إلى السوق غير خالد. نكمل. تجتمع الأسرة فراغ وتشاهد التلفاز. ماذا تبقى؟ أحسنتم، مساء. مساء. تجتمع الأسرة مساء وتشاهد التلفاز. وهنا أحسنتم ظرف زمان. ظرف زمان. بارك الله في الجميع. ندون الإجابات. إجابات مميزة وجميلة.
هيا معا هنا نكمل، أصوغ على غرار النموذج المعطى، نتأمل النموذج ونكمل. زرت مدن المنطقة الشرقية إلا مدينة الجبيل. إذن هنا أسلوب ماذا؟ أحسنتم، هيا أسلوب، بارك الله فيكم، استثناء. هنا استثناء، أين المستثنى؟ إذن مدن المنطقة الشرقية والأداة، أحسنتم، إلا والأداة، إلا والأداة هنا إلا مدينة الجبيل مستثنى. إذن جميع مدن المنطقة الشرقية إلا مدينة الجبيل. إذن زرت مدن المنطقة الشرقية، جميع مدن المنطقة الشرقية مستثنى منه إلا مدينة الجبيل. نكمل على غرار المثال، اصطف الجنود في المعسكر إلا، هيا إلا ماذا؟ أحسنت يا بطلة، بارك الله في، إلا جنديا، إلا جنديا، حفظ الله لنا الجنود البواسل. حفظت فراغ إلا بيتين، بيتين، هيا فكر، إلا بيتين. نفكر المستثنى، إذا بيتين، إذا القصيدة، حفظت القصيدة إلا بيتين. وصلت فراغ إلا فراغ، أفكر، وصلت فراغ إلا فراغ، إذا مطلوب مستثنى منه، نشاهد الأداة هنا إلا ومستثنى. أحسنتم، الطالبات إلا طالبة، إلا طالبة، هيا نكمل، بارك الله فيكم. إذن هنا المستثنى منه أداة الاستثناء المستثنى. ندون الإجابات، إذن كان درس عن الاستثناء، لابد من استكمال أركان جملة الاستثناء بالمستثنى منه والأداة والمستثنى. تعلمنا أدوات الاستثناء إلا، غيره، الواجب، هيا بارك الله فيكم، أعلى الصفحة ندون الواجب، هيا بارك الله فيكم. إلى هنا انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.